السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد البيسكوي العيد او للوليدات او للي بغيتو. هاد البيسكوي بثلاث مكونات فقط، تيجيو هائلين بزاف عاد. تنتمنى فريمون انكم تجربوهم، ومن اسهل ما يكون. اول حاجه عندي الفران مسخنه على 180 درجه. دونك هنا عندي 180 غرام ديال نوتيلا. انا استعملت هنايا هذا الشكلاط ديال الدهن نوتيلا. دونك هو عندي 180 غرام. عندي بيضه نضيفها على نوتيلا. الوغ غنخلط غير بفورشيت اولا معلقه، خلطو مزيان حتى تنسجم ديك البيضه مع الشكلاط ديال الدهن. بغيتو تستعملوا اي شكلاط، الا كنتو نتوما تتصوبوها في الدار وبغيتو تستعملوا الشكلاط ديالكم ديال الدهن استعملوه. فوالا، هاكا غادي نضيف عليها 150 غرام ديال الدقيق. 150 غرام ديال الدقيق، ما كاين ما سهل منه. تيوجد في اخر لحظه، يدخلوا عندكم ضياف هما يلا تيسخنوا بلاصتهم، نتوما جبدوا وجدوهم. فوالا، الى سمعتوا التقرقيب راه ديال محمد امين، تي يل سيكوريز ديك القرعه ديال نوتيلا، تحافظ عليها. قال لك خويتها ليه كلها، دونك راه هو تيخبي فيها. دونك صافي، غنجمع هذا الخليط هذا. هلا دونك خلطوا حتى ما يبقاش الدقيق باين. صافي، وتتحصلوا على اون بات بحال هكذا. صافي، وغادي ندوزو نصوبوهم. كيف قلت لكم الفران ديجا مسخن على 180 درجه، دونك انا نغسل يدي ونتلاقاو. دونك هنايا غندهن يدي شويه تاع الزيت. هلا ندهن يدي بشويه تاع الزيت، وغادي ناخذ الحجم ديال هكذا كويرات. بغيتو تعبروهم عبروهم، وغتحطوهم فوق الطاوه بهذه الطريقه هذه. دي جاتني شويه كبيره، غنقص منها. هادو الوليدات المدرسة تيجيو هائلين. فوالا، غنكمل انا الكويرات دابا، نكملهم نحطهم كلهم في الطاوة ونتلاقاو. ها نتوما ملي تدهنوا يديكم في الزيت ما تتلصقش ليكم ما والو. دونك انا نكمل دابا الكويرات ونتلاقاو. دونك هنايا من بعد ما كملت، دونك غناخذ لي كوكيز ديالي اولا لي بيسكوي. دونك غادي نثقبهم هكذا بالصبع، وغادي نديرهم في الفران 8 حتى 10 تاع الدقائق. هاد الكميه تتخرج لكم بهذا القياس هذا، غتخرج لكم واحد 20 حبه. دونك انا نكمل وغنديرهم في الفران 10 ديال الدقائق، من 8 حتى 10. ونتلاقاو دابا ملي يخرجوا لي من الفران.
دونك هنايا لي بيسكوي ديالنا هما خرجناهم من الفران، فوالا هانتوما تيجيو رائعين و فريمون روعة في المذاق، مذاق روعة وخفاف ظراف دغيا تيوجدو. دونك غادي نخليهم حتى يبردو وعاد غادي نزوقوهم. دونك هنايا من بعد ما بردو لينا لي بيسكوي اولا لي كوكيز حسبوهم كيف ما بغيتو، دونك غناخدو شوية نوتيلا غنديروها في لابوش وغادي نعمرو. لي بيسكوي نعمرو ديك الحفيرة، ولا تيبغي وليداتكم لي نوازيت ديرو فيها البودر دو نوازيت لداخل، تيبغيو اللوز ديرو ليهم البودر ديال اللوز. انا خليتهم هكدا نوتر، انا عجبوني هكدا في المذاق عادي نوتر، جات ديك اللذة ديال النوتيلا جات رائعة وخفاف من الداخل، فريمون جاو اكسترا و دغيا تيتكالو. هاد لا كونتيتي هادي راه ما غاداش تدوز لكم الا كانوا الوليدات، راه ما غادوزش لكم حتى ساعه المكانه. بغيتو دوبليو المقادير دوبليوهم. انا قلت لكم بغيتو كنتو مصوبين هذا الشوكولا ديال الدهن، كنتو مصوبينو ديروا الشوكولا ديال الدهن ديالكم ديال الدار، مي راكم كلكم عارفين تيبقى المذاق ديال النوتيلا تيبقى نوتر. واخا تنقولوا حنايا حكه لا راه تيشبه ليها، راه هادي راه نفس المذاق وهادي، ولكن تيبقى دائما المذاق تاع مالوغوزمون المحلات وداكشي تيبقى طوب. مع داك المواد اللي تيضيفو اللي خصنا حنا تنقولوا خصنا نبعدو عليهم، مي مالوغوزمون هادوك تيعطيو لذة كثيره. جو سي با لو كونسيبت انا كيفاش داير، ولا المهم هادشي اللي عطى الله. دونك غنقادوهم في الطبيصلات بهاد الطريقه، دونك هادي انا المفرومة، مذاق رائع، كنتمنى فغيمون انكم تجربوهم لوليداتكم وصحيين على يديكم، صوبين على يديكم كيف قلت لكم، ديروا الشكلاط ديال الدهن ديالكم ديال الدار وخدموا به، وما فيهمش مقادير بزاف، روعة وبالصحة والراحة. دونك البسكوي ديالنا ها هو بثلاثة المكونات وبالشكلاط ديال الدهن، تيجي غاية رائع 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 وخفيف ظريف. تنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، و سي سيغ غادي يعجبكم ان شاء الله، و تيوجد في اخر لحظة، هذا هو المهم. ثلاثة المكونات و تيوجد في اخر لحظة، تيدخلوا عندكم الضياف و ديروه يطيب، ما تجيو فين قلت لكم يسخنوا بلاصتهم حتى و كان يكون لو بيسكوي ديالكم واجد وتحطوه غزال تيحمر الوجه. الوغ اللي بغات افكار، اللي بغات ترشو قبل ما دير نوتيلا من الفوق ترشو بسكر كلاصي ترشو، اللي بغات قبل ما ملي ترو ليهم دوزهم في السنيده ديرهم، هذه افكار مختلفه. اللي بغات دوزهم في البودر دو نوازيت ودير لداخل لي نوازيت ديرهم، دير اللوز ودوزهم في اللوز كونكاسي دوزهم، عندكم افكار. انا عطيتكم لا باز وانتم كملوا من عقلكم، وما نخافش عليكم المغربيات والعربيات اون جينيرال كاع العرب راه تيكملوا من عقلهم.